أوس أنا مو جاي على بالي. خلاص روحوا أنتو. ما تعمل لي هلأ مشاكل وتتركني روح لحالي. أوس والله مو طايقة هالروحة. أليس أنت ليش قلتي أنك موافقة على الروحة؟ أنا ما وافقت. مو قصده أنه أنت السبب بهالروحة. أنا مو حابة روح على أي مكان، بس شفتوا كيف صارت القصة. أصلاً بالي مشغول كتير على أمي، أكيد صاير معها شي. مبين من صوتها مو مبسوطة، مبين. بتعرف بدنا نروح على الحفلة بس مشان هالصبية تريح لنا راسها شوي. أيوة يلا امشوا خلصوني بلا جدبة. أوف يا الله، مو حرام بنت حلوة مثلي يصير فيها كل هالشي، اتعذب كل هالعذاب مشان طلعة صغيرة؟ لين خلينا نتفق، انت بتعدي مع رفقاتك ونحن الثلاثة بنقعد سوا، اوكي؟ طبعا اوكي واوكي، موافقة. اتفق، تفضلوا نمشي. امي انا بدي روح. استغفر الله العظيم، شو انت ما بتعرفي تعدي ساعتين على بعضهم؟ بعدين هلا ابوكي بيتصل. يا امي والله متفق انا والبنات نخلص كل المنهاج قبل الفحص. شو ما بيحلالكم تخلصوا دراستكم الا المساء؟ روحي فوتي هلا على غرفتك وبس نحضر الاكل من ناديلك مشان تتعشي. لا امي انا لازم روح. يا بنتي. امي اذا بابا اتصل للعلم انا هالمره رح اقول له كل شيء. امي اذا بابا اتصل قولي له انه بانا نايمه. بس يكون بعلمك انا ما رح كذب، واذا بدك تكذبي تصطفلي بس انا رح اقول له. ولك انت شو صاير لك؟ شو بدك مني؟ حلي عني. امي سمعتي شو حكيت؟ لا انت ولا انا ولا حدا فينا رح يكذب على بابا. خلص بانا روحي فوتي هلا على غرفتك. يلا امي بكره بتروحي بتدرسي معهم. امي هي مفكره حالها احسن وحده بالعالم ومو شايفه حدا قدامها. بابا اكيد رح يتصل اليوم ويسال، وانت حره. الله يرضى عليك، اقصري الشر وروحي على غرفتك. شو رأيكم نقعد هنيك لحالنا؟ لين لا تنسي على الساعة 12. أوف. إيه ما قلت لي تروح معي؟ أوه لين خانم. أوه سميح بيك. أهلين بقرايبتي. كيفك سمرة؟ منيحة. تسمحي لي بسميح شوي؟ حابة احكي معه بموضوع كتير ضروري ولحالنا. شو بدك تحكي معي هلأ؟ تركينا قاعدين مع بعض ومبسوطين، بعد شوي ببلش الدي جي وبس اصحابي بقى بحكي معك. أليس عن جد حاولي تنبسطي شوي. مبسوطة ما تاكل همي. بينت المي ظريفة ها، شو رأيك ننزل؟ يلا قوموا لكان. ايه وانا دغري بغرق بس لا تحاولوا تنقذوني. ليه؟ انا ما بعرف اسبح بس والله فكرة حلوة، اذا غرقت امي دغري رح تجي. يا سيدي انا قديش شفت مجانين بحياتي ما شفت مثل هالبنت. حاجة بقى معقول يعني امك راحت لعند خالتك المريضة وبكرة بترجع لك؟ ما بدك كل هالقد. حاسة في شي تاني، قلبي من جوا مو مرتاح. لا ان شاء الله ما في شي بيخوف. مو مطمنة، انا مرعوبة مو بس خايفة. شو يعني ما فهمت للنكتة؟ بس تكبري بتفهميها. اوه وهي الست بانا كمان جاي على المسبح. هلا حلوة القعدة.
لك عم شو فكرني قريب. ليش طولتي؟ بس مو على اساس من ساعه تكوني هون. ليش شوفي؟ مو شايفتيها شلون عم تدلق حالها عليه؟ كله بينحل. انت روقي الحلو. يعني اذا انت مالك حلو مين الحلو هون بقى؟ شكرا. امي ما تخافي. لا تصدق غفلت وما حسيت على شيء. بابا يي اهلين، كيفك انت؟ ايه ماما منيحه، ليك واقفه جنبي. كازين وين صرت؟ كلياتنا مناح هون وبانا منيحه نايمه جوا. ايه طبعا حفيقها. روحي فيقي بانا، ابوك بده يحاكيها قبل ما يخلص الكرت. لا ولا شيء، المهم انت شلونك؟ ها طمني عنك، كيف صار ظهرك؟ بانا قومي قومي شبك. شو رأيك تروحي معي مشوار؟ ايه موافقة، بس انا اللي بختار المحل. شو الدي جي امتى رح يجي؟ والله ملينا. اكيد جاي. انا كمان بنت حلوة بجنبك. سمر خانم معقولة ما بعرف انه عندك كل هاي الشغلات الحلوة؟ شو ظريف. ايه لسه ما شفت شيء. ايه هلا قال لي موعد. ايه احسن يعني اذا الدي جي ما اجا تقعدوا هيك مبوزين. هلا اترك. نعم شو بدك فيهم، خلينا مع بعض. يعني متضايقين لانه الخدامه اللي عنا بس تشوفني متضايقه بتقلي ليش هيك قاعده مبوزه، مشان هيك حاسه انه انتم كثير متضايقين. ما فهمت. اجتني فكرة، شو رأيك نلعب لعبة الهجوم الخاطف؟ ايه شو هاللعبة هي؟ يعني منروح منعمل هجوم خاطف على أخوك أوس مثلاً ومنزته بالمسبح. لا بلا، بس حاسس إنه في ناس ناوي تخربها لهاللعبة. يمكن لين خايف على أخوها لأنه بيغرق بشبر مي. بس أخي ما بتقدر عليه سميح، أوس هو اللي رح يرميك، وإذا كنت زلمة تقدر عليه. شو رأيك أحسان نقوم هلأ نزته؟ استني شوي، انت شو جابك لهون؟ شو تفضلتي؟ اسمعي حبيبتي نقلعي من هون احسن ما نزلتك بالمي. حاجتكم بقى جدبة. اوس بيك ملاحظ انه ما في دي جي والجو صار بملل، بس نحن حابين نتسلى معك. شو دخلني؟ اوه ما تعرفنا على هالحلوة. سميح ضب حالك ونقلع من هون، يلا لشوف. ليه؟ بدنا نتعرف على أمورها. انت كرسون الشي؟ شو دخلك؟ عم نتعرف، لا تزعلي. سميح قل له يخرس، انت لا تتدخل وخليك بعيد. ايه أوس بيك تعرف شو بدنا نعمل فيك هلا؟ انا وحسان رح نهجم عليك ونزدك جوات المسبح. انت دار السواعيك الجديدة. تركني. أوس الظاهر ما بيعرف انه هالشغلة بنعملها دائما، واليوم اخترناك انت. يلا ولك نزل ايدك. سميح الظاهر انت بعرف تفهم بالحكي. انت روقنا مجد افندي. يلا خلصني، يلا قوم بقى. يلا يلا نزل ايدك. عم قلك خلص. شو انت ما بتفهم يعني؟ عن جد انتوا قليلين ادب. يا ايه خليك عم تحكي، كلامك كتير حلو. عيب عليكم تساووا فيه هيك، هاي حركات اولاد. احسان الظاهر انه هالسمكات اللي بالمسبح زادوا سمكه واجا وقت الصيد. من الى احسن ما اعمل فيك مثل المره الماضيه. الى كيفك أوس؟ ماشي حالي. ماشي رح روح أجيب شغلة نشربها. بيرة؟ أنا بدي قهوة سادة. وأنا بدي قهوة سادة. ماشي. يوميتها كنا عند الخياطة ومشان هيك ما قدرنا نرد عليك. بانا مو بغرفتها. ايه يمكن هربت. وين؟ ولا شي كازم ولا شي. بانا كتير تعبانة وما قدرت تجي تحكي على التليفون.
قال بس هي بتسلم. لا كاظم ما تشغل بالك، يعني شو بده يكون، هي بس نومة تقيل وانت بتعرف هالشي. سونيا بابا يلا انت جاهز؟ ما انا بس كنت ناطره ليروح.